للدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بيك دكتور محمود. أهلا وسهلا، صباح الخير. كما علمنا، صباح النور، كما علمنا من الأستاذ عيسى مرشد، مجلس الوزراء يقرر الآن ما إذا كان سيصنف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية أم لا. أولا، هل هناك إمكانية من الناحية القانونية لهذا أم لا؟ لا، يعني ليس هناك ما يمنع إطلاقا، لأن هي انطلاقا من قانون العقوبات ذاته بتعتبر جماعة إرهابية، لأن ما يمارس منها بيعتبر عمل إرهابي. هي المشكلة ما هو الطائل الذي ننتظره من هذا التصنيف؟ ده كان سؤالي الثاني، ايه التداعيات بقى على هذا القرار اذا صدر؟ لا، لن يكون هناك تداعيات اضافية الا اذا صدر قانون يحدد الاثار المرتبطة باعتبارها جماعة ارهابية. يعني يرتب حظر معين على مباشرة امور معينة، بيرتب اثار فيما يتعلق بمنع مشاركة أو اشتراك هؤلاء في العمل السياسي، نعم. يرتب أثار معينة، يصادر الأموال، يعني إلى غير ذلك. لكن مجرد أن أنا أعتبرها جماعة إرهابية فهي معتبرة كذلك في قانون العقوبات، ولكن الأثر الذي يترتب بمقتضى قانون العقوبات أنه توقع العقوبات المقررة قانونا، أنه هو الانتماء إليها يعتبر جريمة في حد ذاته، تمويل الجماعة بيعتبر جناية، تمويل اي عمل من اعمال هذه الجماعه يعتبر جنايه، تولي قياده فيها او زعامه فيها يعتبر جنايه الى غير ذلك. ده يجب بقى صدور قانون بهذا، يعني الاثر لكي يكون للقانون فعاليه او للقرار فعاليه، العقوبات هي اثار جنائيه. لكن اذا كنت اريد ان ارتب اثار اخرى، لا يكفي ان اعلن انها جماعه ارهابيه، مجرد تصريح. الجماعه الارهابيه بحكم قانون العقوبات، بحكم الماده 86 من قانون العقوبات، بتطبيق الامر، بتطبيق المعنى الذي ورد في قانون العقوبات على الافعال التي تمارس منها. طيب دكتور محمود، ايه توقعات حضرتك لما يمكن اقصى ما يمكن ان يسفر عليه اجتماع مجلس الوزراء اليوم بهذا الشان؟ لا انا ما اعرفش طبعا، يعني ماذا سيسفر عنه؟ مجرد تصريح ولا مجرد قانون؟ هل وصلنا الى المرحلة التي تستدعي إصدار قانون؟ في أنه طالما أن هذه الجماعة إرهابية فإنه يترتب على ذلك 1، 2، 3، 4، أنه يحضر أي شخص أو يحضر ممارسة العمل السياسي لأي شخص منتمي لهذه الجماعة. هنا فقط يكون للتصريح قيمة قانونية في رأيك؟ التصريح له قيمة معنوية أكثر من قيمته القانونية، إذا بالتأكيد لم يترتب عليه إصدار قانون قيمة بقى قانونية لتطبيقها على الأرض، وده سؤال أهمية أيضا عالمية، لأن من الممكن من خلال ذلك أخاطب اللجنة المختصة في الأمم المتحدة بأن تدرج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية. وإحنا لازم نكون عمليين أكثر على فكرة، لازم الجهد الآن ينصب على بيان كل الأفعال التي يرتكبها هؤلاء وتوثيقها، وبعد تقديمها للجهات الدولية المعنية، حتى تتمكن هذه الجهات من ادراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية، لأنه بيترتب على ذلك آثار دولية. طيب نقطة أخيرة دكتور محمود في هذا النقاش السريع، أو اجتماعات أو ما إلى ذلك في الدول المعنية. دكتور محمود، على الرغم من أنه جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت عن مسؤوليتها عن هذا الحادث، إلا أن الأنظار ما زالت متجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين. في رأيك يعني كيف تقيم ذلك من الناحية القانونية؟ كله ينسب إلى الإخوان الإرهابيين وليس إلى جماعة بيت المقدس ولا غيره. ما هي تعمل باسم أيا كانت التسميات، فهي تعمل باسم الإخوان المتأثمين أو المسمون بالمسلمين. ده اللي بيحصل الناحية الفعلية، هذا يعني ضحك على الذات. اللي بيحصل كل ما يمارس من أعمال إرهابية الآن يمارس من قبل جماعة الإخوان. أنا بشكرك جدا الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على هذه التحليلات.